مساء الخير عزيزي المشاهد، نحييك، نرحب فيك، ننطرك من كل اثنين الى الاثنين. احنا اليوم ثاني حلقة من برنامجك واتساب كويت، واتساب كيو 8. احنا الان في المركز العلمي، هذا المركز وهذا المكان وهذا الموقع الحقيقة اللي كلنا نفتخر فيه كويتين وغير كويتين، لمن يقوم بزيارة هذا الموقع ويتفقد جوانبه ويتفقد أقسامه ويتعرف على محتوياته يشعر فعلا أنه في مكان علمي مميز جميل يقضي فيه هو أفراد أسرته أجمل الأوقات. وأنا اليوم الحقيقة أخذت جولة لأول مرة في هذا الموقع، ونشكر في بداية هذه الحلقة الأخ المهندس مجبل المطوع أبو عبد الله الحقيقة على وقفته معنا، على دوره الطيب معنا، على تقديم كافة الخدمات اللي مكنتنا من أن نطلع في ثاني حلقة من برنامجنا من هنا. وأيضا نشكر مدير التسويق والعلاقات العامة الأخ نواف الرديني اللي وفر لنا كل الإمكانيات واستجاب لكل الطلبات، وهذا الحقيقة شيء مو جديد على الطيبين من أهل الكويت المحبين اللي دائما يعاملوننا ويأخذون معانا من القلب وللقلب. وإحنا الليلة على فكرة برنامجنا عن القلب والطنباخية، إيش علاقة القلب بالطنباخية؟ هذا الشيء راح نعرفه الآن مع ضيوفنا الأعزاء، الأخ الدكتور هانش حيبر جراح القلب المشهور اللي ما يحتاج احنا نعرف فيه، الدكتور هاني ابو جبره له مواقف، وللحين ما شاء الله حتى قبل نطلع له وقال مسوي له 3500 عملية فتح قلب. وايضا كابتننا المحبوب المعروف الرياضي اللي دخل القلوب وسكن القلوب ولا زال قابعا داخل القلوب، الكابتن المرعب اخونا جاسم يعقوب. مساكم الله بالخير، حياكم الله، واحنا سعداء انكم تكونون ضيوفنا في ثاني حلقة من برنامجكم، برنامج الجميع، برنامج الكويت، اهل الكويت، الله يعز الكويت، برنامج واتساب كويت. عندنا وثيقة المفروض نعرضها الاسبوع الماضي، راح نعرضها في بداية الحلقة على اساس نبين من هي الكويت، ما هو دور الكويت في التسامح الديني. نبدأ بالوثيقة. الوثيقة عزيزي المشاهد هي وثيقة التسامح الديني، أعطيت سنة 61 بشهر مارس من باب الفاتيكان إلى أمير البلاد في ذاك الوقت المغفور له الشيخ عبد الله سالم الصباح. الوثيقة هذه تبين موقع الكويت الديني، التسامح الديني في الكويت، والمحبة الكويتية. وإحنا بنينا حلقة الليلة على ما فات نتكلم عن المحبة وعن القلب. طبعا القلب لا مشاكل، القلب لا مواقف، القلب لا عمليات، بعيد الشر عنكم. والطنباخية أيضا إيش علاقتها بالقلب؟ أبو حمود راح يقول لنا إيش العلاقة، والدكتور هانش حيبر يعطينا آخر أخبار القلب. ونبدأ فيك يا أبو جابر دكتور هاني، ما آخر أخبار القلب؟ القلب في تطور مستمر. نعم. من ناحية العمليات الجراحية، من ناحية القسطرة، من ناحية الدعامات الذكية، من ناحية عدم التعرض للتدخل الجراحي، الآن في التدخل عن طريق البالون لفتح الصمامات. احنا نتكلم على مستوى الكويت دكتور. نعم نعم، على مستوى الكويت هذه نعم. متوفرة نحمد الله بالكويت. القسطرة بالكويت تعتبر في أعلى المراحل في الدقة وفي نعم. العطاء نعم. وفي التكنولوجيا نعم. وكذلك القلب المفتوح بالكويت ما شاء الله وصل إلى ذروة التطور في نعم. المدة الأخيرة، ويواصل التطور باستمرار. نعم. والعمليات تجرى بشكل يومي في المستشفى الصدري، في مركز صباح الأحمد، في مركز العدان، في ثلاث مراكز متطورة في الكويت لجراحة القلب المفتوح. نعم. نتائجها طيبة، ويتعرض للعمليات جدا دقيقة، والنتائج مبدئية جدا مشجعة. نعم الحمد لله. نأتي إلى قسطرة القلب. نعم. وهذه التكنولوجيا المرغوبة الآن. نعم. شنو القسطرة دكتور؟ عبارة عن للي ما يعرفها يعني، وإن شاء الله ما يعرفونها. إيه، القسطرة عبارة عن تدخل في شرايين القلب، فتحها نعم. من غير فتح الصدر، من غير التعرض الجراحي. من خلال الإيد. خلال اليد، تجرى في اليد الآن بالساعد نعم. الأيمن. نعم. نعم. ويتمكن طبيب القسطرة من دخول كل شريان حمود، وإذا شاف ضيق أكثر من 60% يضع الدعامة الذكية، والدعامة الذكية مشهود لها تغنينا عن جراحة القلب المفتوح.
نعم الحمد لله يعني ناجحه بالكويت بشكل محترم ولله الحمد. نقدر نقول ان عندنا الستاف وعندنا الكادر وعندنا الامكانيات اللي ممكن تغنينا في يوم من الايام ان الواحد فينا يفكر انه يجري لعمليه في الولايات المتحده او في كندا او في بريطانيا مثلا. نعم هل وصلنا الى المرحله هذه؟ وصلنا الى المرحله بصراحه انت طبعاً. الان انت الان برا الجسم الصحي الرسمي. اي صح. نعم. اتكلم من خبرتي واطلاعي اليومي. النتائج بالكويت جدا مشرفة وأتمنى من الجمهور أنه يدرك هذه النقاط الحساسة. اختصاص جراحة القلب وأمراض القلب في الكويت جدا جدا متطورة ولله الحمد ونحمد الله والنتائج نعم. طيبة نعم. والأيام تبرهن أوريدي نعم. والشعب الكويتي يدري فيها نعم. معظم الشعب نعم. يدري فيها. المرعب أبو محمد حياك الله كابتن. طبعا بداية نشكرك على المقدمة وحقيقة أنا من زمان قلت أنه ما أطلع إلا بشيء جديد ولما كنت انت اتصلت وانا من زمان كنت اتمنى ترجع لمكانك الاولي بس كنا لازم اول واحد نشجع انت بعد لما عرفت ان معي الدكتور هاني. نعم. انا اعتقد بفرصه انه يثري الاخوان الرياضيين نعم كلهم نعم. في يعني ما علاقه القلب اللي قاعد يصير بالرياضه. احنا يشرفنا وجودك معانا كابتن. الله يسلمك. ليش سموك المرعب بحمود؟ هل كنت تخرع الناس؟ طبعا يعني يمكن اسجل اقوال وايد واعتقد انه ما شاء الله يعني الحراس ممكن يحسمون حسابي او الدفاع يحسب حسابي. نعم. اتصور للحين تسجل اهداف بس اهداف المحبه بطريقه او باخرى. كلمه القلب هاي. ما الجديد في اهداف المحبه كابتن والله جاسم؟ والله انا الحمد لله احب كل الناس والناس كلها تحبني هذا اهم شيء عندي. الحمد لله. الحمد لله. ماشي على احد اي شيء. نعم. والقلب صافي معاهم كلهم. الحمد لله الحمد لله. هل لعلاقه الناس واعجاب الناس ونظره الناس وقرب الناس من الكابتن جاسم يعقوب أثر في القلب دكتور هاني؟ سؤال مشترك. هل أثر إيجابي على القلب؟ نبضات القلب، حركة القلب، نشاط القلب؟ السعادة تضفي للقلب قوة. السعادة تضفي إلى القلب قوة. قوة. نعم. وكيف تترجم؟ هرمونيا. نعم نعم. كيف تترجم هرمونيا؟ فالسعادة تعطي مادة الإندروفين النشيطة. نعم. تنشط العضلة. نعم. تزيل الضيق من الشريان التاجي. صحيح. فتضفي للقلب كمية. نعم. من الدم أوفر ما هو مطلوب. نعم. طيب وإذا عندك بالبيت نسرة تنقص عليك حياتك هل هذا يؤثر سلبا على القلب؟ وكيف كيف كيف, كيف نعم. الزوج المسكين اللي هو الكناري. نعم. يواجه النسرة مثلا. ترى في وايد كناريات ونسرات. هاي تحصل سموها. نعم. الإنسان إذا فقد السعادة في داخل بيت محيط أسري. نعم. يكون ضغطه مائل للارتفاع باستمرار. آه. نكد العلاقة. نكد. النكد. هذا النكد يرفع الضغط والضغط يسكر الشرايين. أما من وسيلة قلبية لقصقصة ريش النشرة مثلا دكتور علميا طبيا قلبيا أبو حمود؟ أماني دكتور سأل دكتور. لا طباخية أقصد أنا. طباخية بالعكس يعني إذا أنت مرتاح تعطي أكثر. نعم. بالضبط. نعم. بالضبط. طيب هل ولهت الى الكره ابو محمد؟ لا والله تشبعت. ليش؟ ما خلاص تشبعت. كيف تجد الكره الكويتيه الان كابتن؟ دخلنا متاهات الحين وين؟ ندخل لا نطول وايد. اه والله بس انا قاعد اقول لك الكره يعني ما تسر الان. الوضع الرياضي كله مو الكره. آه. ما يسر. ابسط مثال. ليش صد كابتن جاسم؟ اعطيك ابسط مثال. الان قبل اسبوع يمكن او اقل. نعم. جونا ناس من الاخوان بالخليج يفحصون ملاعب دور الخليج بالكويت وتكون مفاجأة أن أول ملعب صالح بالكويت اللي قام دورة الخليج. آه. هل هذا شيء يسر؟ عندنا راح تكون عندنا دورة الخليج؟ المفروض أن عندنا. وهذا معناته شنو أنه راح يكسرون دورة؟ ما في تمام بالرياضة ولا في رياضة. آه. إذا كان من شيء من شيء ما في وأنت بتطلع لاعبين وين يلعبون؟ غير باقي الأشياء طبعا الثانية الخلافات والصراعات اللي قاعد تصير. نعم. تكررت الناس بالرياضة. طيب ما لها حل؟ ما لها شارة على ما قال؟ الحل صفاء الغلوب مثل ما قلنا في قلب صفاء الغلوب وحسن النوايا هذا الحل. ومتى تصفو النوايا ان شاء الله؟ ما اقدر دكتور. نعم. هل الطب العلاقة في تضبيط الأمور الحياتية أيا كانت اجتماعية سياسية وطنية خلافة؟ القلب ضحية أمور الحياة. ضحية أمور الحياة. أمور الحياة. نعم. كيف دكتور وضح لنا؟ تعرض الى السعاده او الى النكد كلاهما يؤثر على القلب
السعادة إيجابي والنكد سلبي. طيب كيف نوقف؟ دعنا نستمر في السعادة، ولكن كيف نوقف النكد عند حده؟ هل بالأقراص؟ هل بالمنبهات؟ هل بالنصائح؟ هل بالتطوير؟ هل كيف؟ شلون تواجه النكد؟ اي شلون تحط له حطة، يعني تقول له ستوب يا نكد، اهلا بالمحبة وروح يا نكد بعيد. السلاح الأقوى استعمال العقل وليس العاطفة. كيف؟ إذا تبصر الإنسان وحكم عقله وليس عاطفته 99% النجاح حليفة. نعم. فالعاطفة هي سبب النكد. العاطفة سبب النكد. نعم. ما المقصود بالعاطفة أنا؟ هل الحب مثلا؟ لا، العاطفة هو سوء التفاهم والإصرار في إقناع شيء عاطفي قد لا يمت للمستقبل بصلة. أها. فأعتقد أنا من المستحسن يرجع الإنسان لضميره وعقله فيحل الإشكال العاطفي. أها. ويعطي مدى. خلينا نبسطها أكثر دكتور، بسطها أكثر حق المشاهد اللي تابعنا الآن. كيف يجير العاطفة طال عمرك بشكل يخدم صحته ويخدم قلبه؟ أحسنت. يبتعد عن التفاصيل اللي لا تمد إلى سعادة بصلة. ما كل تفاصيلنا وأخبارنا اللي نقراها الخارجية كلها نكد في نكد والعياذ بالله. إذن ابتعد عن نحن في الكويت الحمد لله وطن المحبة وبلد المحبة وكلنا متكاتفين بالرغم من بعض العثرات، بالرغم من بعض الانتقادات، ولكن الكل متكاتف وملتف حول الكل على الكل، من أكبر رأس إلى أصغر واحد، وهذا شيء جيد. هل هذا يضيف أو يزيد من كمية ضخ الدم في القلب للمحبة أكثر؟ نعم. شلون؟ نعم. دكتور، عن طريق الهرموني الإنسان يبتعد عن شر زنكة الضغط المرتفع اللي تأتي عادة مع النكد. الضغط اللي يأتي مع الفرح والسعادة قصير المدى، لكن الضغط اللي يأتي مع لا سمح الله شيء سيء أو ضار يكون طويل المدى، فينام الإنسان بعد فقدان عزيز لا سمح الله ينام ضغطه مرتفع. وهذا يعطي قلة التروية للدورة الدموية في جدار القلب فيضعف الجدار. على أطار الضغط دكتور، وايد ناس تراجع الآن المستوصفات تأخذ حبوب الضغط 25 و50 وكذا كذا، إيش تنصحهم المركزين على أمور الضغط هذه؟ ما في غنى عنها مثلا بشكل أو بآخر؟ هو أسباب الضغط عادة بجانب الأمور الحياتية، أسباب الضغط تكون موجودة في زيادة الوزن، تعرض للتدخين، تعرض من كثرة استهلاك المنبهات الشاي والقهوة. كثرة الملح في الطعام. الملح في الطعام، الإغداق في سعرات حرارية غير مطلوبة ما يحرقها الجسد اليومي، زيادة الوزن. طيب دكتور، طالعين على طار التدخين، طالعين بشغلة جديدة، السم هذه اللي يطلعونها اللي تغني عن التدخين، السيجارة الإلكترونية هذه. إلكترونية. هذه ضررها عادي زي ضرر السيجارة العادية. وفيها شر للنيكوتين للشريان التاجي. يعني لها أثر سلبي، لها أثر سلبي إطلاقا، يعني نحاول نبتعد عنها بشكل أو بآخر. أحسن. أعتقد عندنا تقرير. تفضل كابتن. أدش عليه شوية بس بالرياضة. تفضل. تفضل. يعني بصراحة أنت تكلمت موضوع جريتنا على الحين دكتور، بكل أسف لاحظ أن كثير من الرياضيين الشيشة والزقاير يعني إدمان عليها. شنو تأثيرها؟ يا ليت يعني الإخوان الرياضيين يسمعون تأثيرها على القلب وعلى الأداء. نبتدي بالشيشة. الشيشة كل رأس شيشة يعادل 60 سيجارة. الشيشة كل رأس، كل رأس شيشة 60 سيجارة. الشيشة أنواع، يقول لك فراولة أو يقول لك عسل، هذه نكهة، هذه نكهة، المحتويات نيكوتين. الضرر واحد، ضرر واحد، ولكن الطعم مختلف. مختلف. نعم. والشر من الشيشة. نعم. من محتويات الهوز. الهوز ظالم، لا يتخلل الظلام، لا يتخلل النور. ففي هناك ميكروبات خبيثة لا يستطيع المضاد الحيوي يقضي عليها، تتعشش في الهوز. في الهوز. وكيف ويشفطها؟ ويشفطها، تدخل الرئة ويصعب علاج الرئة. كيفية القضاء على الميكروبات المعشعشة ونايمة؟ في طريقة دكتور؟ اطلاقا. اقطع الشيشة. ولا ما يقطع؟ شيل الهوز وارمي الشيشة. شلون؟ شيل الهوز وارمي الشيشة. صرت تحجق دارك على الشيشة تنفخ من غير هوز؟ ممكن. عندنا عموما تقرير رياضي يخص عزيزنا الكابتن أبو حمود ونرجع نشوف التقرير لو سمحتوا.
نعود لك عزيز المشاهد واتساب كويت وإيميل البرنامج، أعتقد راح إن شاء الله يمر عليكم شوية شريط راح يفتر وتشوفون إيميل برنامجنا. كابتن، اللقطات الجميلة هذه إيش ردتك؟ لها علاقة بالقلب، تفرح القلب شوي. شلون؟ نورنا أكثر. يعني تونس الناس، تستانس الناس. شو الأقوال؟ حضرتك أنت بالنسبة لك. أنا استمتع. استمتع. شو اللي لفت انتباهك فيها مثلا؟ شو الذكريات اللي ردت لك في اللحظة هذه مثلا؟ ردت لي كل جول قاعد أقول حق الدكتور المباراة الفلانية كذي، بس رجعت ذكريات كاملة من الأول. في من هالأقوال اللي انحطت جول تعتز فيه كابتن جاسم؟ والله كلهم اعتز فيهم، بس طبعا في كل واحد فنياته تختلف عن الثاني. في جول بتشاك؟ لا بالعكس، استانس وحبتيش. لا يعني تبكي فرحا، ما يقول لك لا تبكي حزنا ان شاء الله. والمشاهد ما يبكي، يمكن نتيجة تبكيني بس مو الجول. يمكن نتيجة لما وصلت هنا كاس العالم دموع الفرح. نعم، هذه تسميها دموع الفرح، مش مو الجول. لما رحت اسبانيا لما تأهلنا تأهلتوا، فزنا هنا على السعودية اخر مباراة. نعم، او الصين والله ما اتذكر. اي تأهلنا هنا دموع الفرح. كيف كانت ذيك الايام كابتن جاسم؟ والله ايام كانت الكويت يعني تاثيرها على القلب. قلت كلمه. نعم، كانت الكويت كلها مجتمعه على المنتخب الكويت. ايه، ما كان واحد هذا لا وجهه نظر وهذا يقول لك لا. ايه، هذا ضد هذا وهذا ضد، لا كلهم قلب في خلافات. بس لما يلعب الازرق كلهم على الازرق. ايه ما حد يتمنى الشر يعني الشيء زي مو. والحين الازرق ايش صار؟ ازرق فاتح وازرق رمادي وازرق كذا. الحين الازرق كان الوان اختلفت. في ناس يعني مع الاسف تمنى خساره الازرق، في ناس يعني ما يتمنون خير الأزرق. كيف نعيد الأزرق؟ في ناس قاعد تشتغل ما لها شغل بالأزرق. طيب كيف نعيد الأزرق إلى مجده؟ يعني كما نعيد القلب إلى سلامته. أشياء وايدة. مثلاً بنية تحتية ترجع صفاء، إنه يعني أهل الرياضة يمسكون الرياضة، ممكن من يذهب وده بلش بالرياض، إن يعني نوحد الصفوف كلنا كأندية، هدفنا تطوير الرياضة. ما نبي تكتل معايير، ما نبي يعني هذه كلها ما قاعد تفيدنا، فرقت بيننا. هاي كلها يعني. نعم نعم، عندي على القلب يعني شتتت القلوب مثل ما نقول. نعم نعم، نتكلم عن القلب. هذا القلب. نعم نعم. وبعدين ما ادري بدنا نكمل مع الدكتور يعني بعد اذنك. تفضل. يعني موضوع اثر السجاير والشيش على اللاعب دكتور، ما شلون تاثيره بالملعب؟ يعني تاثيره في الملعب مثل ما اتفقنا، شيئين مهمين من النيكوتين او الشيشه او السجاره على القلب، كهرباء القلب، ضحية الشيشة بجانب الميكروبات، كهرباء القلب الخبيثة اللي تطفئ ضخ البطين إلى القلب، إلى الدماغ، يتوقف الدماغ وتكون سكتة دماغية في ملعب الكرة القدم. وصارت ترى عندنا في الإبرة، نحطها بعدين. صارت دكتور. نعم. طيب كيف نقضي عليها؟ ما الآن أنت حضرتك قلت شيء مهم والكابتن كذلك، ولكن نجد أعداد المقبلين على الكافيهات وعلى الشيشة والأمور هذه بازدياد. ازدياد مو بنقصان دكتور. نعم. ليش؟ نعم. أعتقد هموم الحياة مثلا احتمال. وخالد، أنا أمنيتي في الموضوع هذا الاختبار المبكر للاعبين كرة القدم المحترفين، لأن هم في تحت ضغوط عنيفة لا يستهان فيها. لما تركض وراء كرة القدم بسرعة وتقول ويوصل ضخ البطين الأيسر إلى 6 لتر في الدقيقة و10 لتر في الدقيقة دم، فأنت قاعد تحط البطين الأيسر على المحك على قولته. طب ما كل اللواعب يحطون البطين الأيسر على المحك دكتور. إذن اللي عنده قابلية للضغط ما يلعب، ما يقدر. اللي عنده قابلية للشريان التاجي يثار الشريان، يعطي دم أقل للعضلة، تفشل. نعم. العضلة. نعم نعم. وإذا كان الفشل مفاجئ النتيجة صعبة. طيب كابتن، مساء قلت شغلة مهمة جدا، انه يجب لكل ان يكون لكل لاعب ملف خاص، سجل رياضي، سجل طبي، سجل طبي. أيه. دوري. كيف كابتن؟ للاسف يعني يفترض ان كل اتحاد، ممكن نادي، كل اتحاد، جميع لاعبين الاندية عنده في سجل طبي، باكر اي حادث او طاري طبي يروح هذا ياخذ ملفه اي مكان اللي عنده سيفي بحياته. نعم. من اول الى الان سيفي صحي. سي صحي. نعم. لا هذا من الاكس بالكويت ما عندنا، مع انه مهم لكل لاعب، يسهل حتى حق العلاج. يمكن الدكتور افهم مني. نعم. حق العلاج لما تجي الملف كامل قدامه غير لما يسوي لك فحوصات جديده و... نعم. فلازم نعرف انك لازم. انا طالب صراحه يعني الاتحادات تتفق مع الهيئه او مع وزاره الصحه او اي كان، يسوون مركز خاص
لجميع اللاعبين، منها علاج ومنها ملفات كاملة لكل لاعب حالته الصحية من بدأ إلى ما وصل له. نعم. طيب أنت قلت لي بالكويت ما عندنا، هل في دول الجوار أو العالم في عندهم سجلات طبية للوعي؟ المحترف أول ما يقول شو سوي كالنادي مثل شرى لاعب، قال أول شوف سوي الفحص الطبي لاق ولا غير لاق، إذن عنده ملف طبي وأيضا يفحص عليه، يمكن في استرباط صليبي، يمكن في قلب، يمكن هذا كله توقف للعقود، فلازم يكون عندك كشف سي في طبي كامل. طيب ما في كشف دوري للواعيب عندنا بالكويت كابتن جاسم؟ لا ولا أحد فكر، ما شفت أحد سوى حتى أيامنا ماكو كشف دوري، حتى أيامكم حتى أيامنا ماكو بكل أسف، يعني هذا شيء مو زين. آه. أنا أذكر علي مرة واحدة كنا في ألمانيا بمعسكر، فرحمة الله الشهيد فهد الأحمد الله يرحمه، جاب جهاز طبي كامل فحص اللاعبين، لقانا 90% خربانين طبي، يعني إصابات في الملاعب قلبيا لا بالذات، يعني مفاصل ركبة وما ركبة، مفاصل والركبة غير. نعم. طيب مرة واحدة صارت أذكرها بالتاريخ. عندنا مادة تأكد كلام حضرتك صارت للاعب، خلينا نشوفها، ما فحصوا قلبه وشو شلون تكود بالملعب. تفضل. عنده مباراة دولية واحدة قبل كأس القارات، وهناك لاعب على الأرض يبدو وكأنه سقط على الأرض فاقد الوعي، مارك فيفيان فوي، أعتقد مغمى عليه مارك فيفيان فوي، نتمنى حقيقة ألا تكون إصابته شديدة. وبالفعل يعني الحكم بسرعة استدعى المسعف، وحتى اللاعب الكولومبي أشار للمسعف. لكن كيف أصيب مارك فيفيان فوي؟ كيف أصيب مارك فيفيان فوي؟ الكل يعني ينظر بقلق، واضح أنها حالة إغماء هنا، لاحظوا هنا لوحده. الأعمار بيد الله طبعا سبحانه وتعالى، ولكن الحرص واجب. والدكتور هاني عندك تعليق على اللي شفناه تو على اللاعب الكاميروني الله يرحمه اللي طاح بالملعب وتكود ومات والسبة القلب، تفضل دكتور. هذا نسميه الرجف البطيني، يعني رجف البطيني كيف للقلب، البطين ايه؟ اللي يضخ الدم إلى الدماغ ايه؟ إذا فقد انتظامية النبض ما يوصل الدورة الدموية للدماغ، والدماغ أعطيه 3 دقائق يتلف من غير دم. وما السبيل إلى إيقاف رجف البطين دكتور؟ هل كبسولة قبل اللعب أم تشيك؟ لا مثل تشيك ما قال الكابتن، مثل ما تفضل كابتن جاسم، أن لازم نتأكد من الفحص الدوري كل 6 أشهر، ويجرى للاعب كرة القدم التخطيط مع الجري مع الجهد. ويرى كيف ينحرف التخطيط عند الجهد، ينحرف معناها قلة قصور في الدورة الدموية للقلب. ما ينحرف الأمور على ما يرام، بجانب أنه يكون ما هو راعي ضغط أو يبتعد عن المنبهات. اللي حضرتك مساء أيضا تطرقت إلى موضوع الهرمونات دكتور. الهرمونات جدا مهمة، مهمة بخاد، هاي نقطة جدا مهمة. كيف نبسطها للمشاهد الهرمونات؟ أين تشتغل الهرمونات؟ الهرمونات أعمالها السلبية أي في رفع ضغط الدم، تعمل على رفع ضغط الدم. نعم. كيف؟ طيب. تجمع الصوديوم وتزيد من سوائل الدورة الدموية. نعم. لما تزيد من حجم الدم زاد الضغط. طيب ومن يدفع بالهرمونات إلى قلب الإنسان أو إلى عقل الإنسان إلى جسم الإنسان حتى يرتفع عند الضغط دكتور؟ كيف نوقف الهرمونات؟ هل من سبيل إلى إيقاف الهرمونات دكتور؟ ما لها داعي فيزيولوجي إطلاقا، لأن تكسب نفس كسب الهرمونات من الرياضة الدورية المعتدلة. لما الإنسان يكون رياضي محترف ويداوم بالرياضة، أعتقد الهدف من الهرمونات هدف هدام أكثر من هدف بناء. طيب هل في كبسولات معينة ممكن تؤخذ عشان توقف هذا المد الهرموني اللي يؤثر على القلب وضغط القلب ويؤثر؟ ما في. في سموم دخلت الجسد، تخلص من السموم، لا تعطي شيء ضد السموم. كيف تتخلص من السموم دكتور؟ هل من سبيل ناجع وناجح وسريع؟ إذا دون من اللجوء إلى العمليات وخلافة دكتور؟ لا، ما أعتقد في مجال العمليات خالد، أعتقد المجال الأوسع والأدق الخطأ من بدايته يبتعد عنه. عامل الجزم النفس
اعتقد ابو محمد كابتن بتقول شيء بالموضوع هذا هرمونات وكذا؟ لا الهرمونات ما عندي شيء اقوله، بس الشواهد بقوله بس خلص الموضوع ليش موضوع ثاني. لا تفضل تفضل. لا ما عندي هرمونات، ما عندي شيء. ندخل من غير هرمونات، ادخل من غير هرمونات. دكتور معروف ان كل رياضيين يحس تضخم بالقلب. ايوه. فهل يعني هذا العلاج ولا تنصح في سن معين رياضي حد معين او في يعني شروط او في؟ هذا سؤال جدا جدا مهم، لان الرياضي إذا تعرض لرياضة بشكل محترف القلب كل عمل رياضي يومي يرفع من كفاءة القلب، ورفع كفاءة القلب تتم بتمدد عضلة القلب. رفع كفاءة القلب تتم بتمدد عضلة القلب. القلب كيف نعمل على تمدد عضلة القلب دكتور؟ لأن القلب عند الرياضة نعم. يضخ ضعف لترات الدم لكي يقاوم الجهد. نعم. يزيد الجهد، فلذلك لما القلب يضخ بحدود 7 أو 8 لتر دم في الدقيقة، الشخص العادي هو مرتاح يضخ 3 لتر في الدقيقة. أيهما أفضل؟ طبعاً العادي. الجهد مطلوب إنه يزيد الجهد. نعم. فلما ولكن يزيد كمية الدم يزيد حجم القلب. أها. فلذلك نطلب من الرياضيين، الذكرى النقطة اللي ذكرها كابتن جاسم نقطة جداً مهمة. يقول هل في سن معين لإيقاف الرياضة؟ نعم. أي نوع رياضة؟ أي رياضي محترف. رياضة الكرة الطباخية المحترف، سلة طائرة قدم قدم كرة أي شيء. نعم. في رياضة فيها جهد تسابقي أو جهد بيسموه المنافسة تنافسي. نعم. لازم على سن معينة، 35 للـ40 ستوب حدك. يا ستوب اتول يعني كلش لا ممكن الجوجينج ما له علاقه اعتقد ماشي رياضه ما رياضه دكتور الجوجينج اقل شر من التنافسيه لان الجوجينج تتحكم بالسرعه تدريجيا طيب خلنا من الجوجينج المشي العادي مثلا اللي يمشي على البحر هذه عادي نوصف هذه علاج كيف علاج كيف تكون علاج هذه دكتور والى اي اعمار تنصح دكتور المشي العادي اللي من غير هروله اها يعتبر علاج للدوره الدمويه كيف ان يقلل من المقاومة على القلب يخلي الشرايين بالأطراف مفتوحة على مصراعيها فالقلب عضلة القلب تضخ الدم من غير مقاومة فأنت تسعد القلب عند المشي على طاري إسعاد القلب الضحك يونس القلب 100% لأنه يبعدنا عن شر الضغط والضغط عدو القلب يبل. ما كل الأخبار دكتور يعني هل نبتعد عن الأخبار هل نقفل أجهزة الراديو والمذياع والتلفزيون شو نسوي هل من بديل هل نحط سماعة نسمع موسيقى مثلا أعتقد البعد عن الشيء سلبي يعتبر إيجابي وما هي أكثر سلبيات الحياة دكتور الأخبار التي الأخبار نسمع التي تنقص على القلب صح ما هي الأخبار السيئة الأخبار السيئة أو الأخبار المشؤومة أو الأخبار اللي ما لنا سبب في وجودها نعم أضيفت علينا وإحنا أبرياء منها نعم طيب خلنا في المجتمع الحلو المجتمع الكويت كيف نعمل على زيادة جرعة المحبة زيادة التواصل زيادة الأواصر زيادة الالتفاف الأمور هذه كلها بحيث أن تخلي قلوبنا دائما في نشاط وفي حيوية أعتقد الكويت تمتاز خالد في ميزة محترمة مش موجودة في العالم العربي الحمد لله ألا وهي الديوانية الديوانية هي رصد المحبة 99% من ما يدار فيها هو صفاء القلب وأعتقد الديوانية طبعا هناك ميزات متنفس. هناك أشياء معكرة ولكن لما تكون ديوانية منتسبة إلى مجموعة طيبة تضفي سعادة للموجودين يعني لما يكون عميد الديوان يشيع المحبة بين الحضور فيكون مرجع خصب يكون مرجع خصب وتلقى الناس دائما متجهة لذلك الديوان يعني. الحمد لله عندنا اعتقد استراحة ناخذ استراحة ونرجع خلينا نشوف عندنا فاصل اغنية يمكن حق القلب او شيء دكتور خلينا نشوف شني جميلة الكويت وحلوة الكويت والله يعز الكويت وقولوا امين قول امين امين الله يعز الكويت دائما دكتور واحنا اثناء الاغنيه الجميله هذه انا كنت اتمنى يحطون الاغنيه ايضا القلب يعشق كل جميل حلوه الاغنيه هذه حلوه ها وايد غنوا على القلب دكتور بس يقولون ايضا حتى الماكولات الفاست فود هذه لها تاثير سلبي جدا على القلب دكتور اي فيها كيف الماكولات السريعه
تحتوي على الدهون المشبعة، والدهون المشبعة تسبب تصلب سريع في شريان القلب التاجي، ومن ثم انسداد الشريان. طيب ما البديل؟ يرفع الكوليسترول، ويرفع نعم. الكوليسترول العدو، في الكوليسترول نعم. العدو والكوليسترول الصديق نعم. الكوليسترول العدو إذا ارتفع بنسب معينة يؤدي بسلامة الشريان التاجي. طيب الفاست فود ماشي والكل منتجه نحوه والأعداد بازدياد، كيف نواجه خطر الفاست فود بيتيا مثلا على أساس نعلم أولادنا أطفالنا على طبيعة أكل معينة تغنيهم ما تغنيهم؟ أوكي فاست فود أيضا أوكي هوم فود بيت فود. نقطة جدا وجيهة وسؤال مهم. أعتقد للوالدين لهم دور كبير جدا في توجيه الأولاد من الصغر في الأطعمة الليفية اللي تبتعد عن مواد الدهون، اللي نشجعهم بالخضروات والسلطات والفاكهة. طبعا نعطيهم حقهم في البروتين اليومي بس يكون البروتين النافع وليس البروتين الضار، ليس البروتين المشحون في الشحوم المشبعة. الآن منتشر عندنا الهامبرجر وهذيلا لهم أثر في السمنة. وفي نقطة مهمة أثارها الكابتن جاسم قبل شوي، عملية زيادة الوزن على سلامة القلب خاصة عند الرياضيين. زين وعند الأطفال أيضا دكتور؟ عند الأطفال لأن تلاقي كبرى لكن جنة ضنباخية كثر الفاست فود دكتور. هاي مهمة. أعتقد ما دور الأهل، دور الأسرة، دور الأهل أنا قاعد أشوفها في الجمعيات. أنت شوف أبو خالد جمعياتنا الآن مكتظة بمواد أطعمة لا تعد ولا تحصى، هذا خير الله يزيده، لكن النفس غلابة بالسوء. مشكلة المواد الحافظة فيها، فالطفل يدخل ويشل أمام أنواع من الحلويات، يشل أنواع من المعجنات والفطاير. طيب ما في ثقافة مجتمعية، ثقافة أسرية، دور ثقافة طبية، ثقافة رياضية؟ دور الوالدين إذا الوالدين يكثر فاست فود أكثر من الياهل شلون؟ أعتقد الوعي الاجتماعي موجود والوعي الطبي موجود، لكن الإرادة تلعب دور. صح. حتى مأكولات البيت أحيانا دكتور إذا صار فيها زيت أكثر من لازم وكميات اللحوم أكثر من لازم أيضا لها تأثير سلبي دكتور. نعم دور الأم. دور الأم. أين تقف الأم في هذه الحالة؟ الأمهات معظمهم مطلعين على الموضوع، لكن أمام يضعفون جدا عيالهم، أدام أولادهم يضعفون جدا عيالهم. محبة الأولاد بغيت أقول شيء بساعة. لا أنا قاعد أقول الساعة أنا عندي البيت يعني العيال يخلقوا لك قصص وأفلام عشان يطلبون برا، أو مثلا تبحتونا كله سمج تبحتونا كله مثلا دياي تبحتونا لحم نبي نطلب شيء، أفلام سووا لك عشان ولا ماني ماكل ولا ماني ماكل وتضطر تجيب له أنت شو تسوي؟ هو يطلب يعني بالتالي هو اللي يطلب. تصل تفاجأ ان الجرس على الباب والاوردر ياك وانت تدفع. يعني دكتور هل خلنا من الكويت وزادت في جميع انحاء العالم تأثير على القلب السمنة كثيرة وسلبي سلبي تأثير السمنة على القلب سمنة على طاري القلب دكتور وسلامة قلوب جميع المشاهدين الكرام الأعزاء وقلبيكما. الآن أنت حضرتك عندك عيادة خاصة وشني أكثر الحالات اللي تتردد عليك دكتور؟ الضغط ضغط الدم المرتفع ضغط الدم المرتفع اللي أشوفه وعند أجيال جدا مبكرة ما كانت يعني هذه موجودة عندنا يعني قبل يعني في سن 29 لسن 30 قاعدين نشوف ضغط دم مرتفع ومع الأسف صاحب الشأن لا يدري عن نفسه. وكيف يجي لهم؟ يجي لهم إن والله يا دكتور يجيني رقعة بالليل رقعة بالقلب ولو يروح المستشفى. شنو الرقعة دكتور؟ هل هو تسرع مثل الهواء ولا بوم تسرع بوم بوم بوم؟ التسرع منتظم في القلب كأنك راكض ولا أنت راكض. أها. وهذا ويروح للمستوصف يشوف الضغط مثلا 130 على 90 وهو شاب صغير عمره 29 سنة 90 احنا ما نرضى فيه. الستاندرد كم دكتور؟ 120 ما لازم يطوف عن 80 اللي تحت ما جد طبعا يقول اوكي انت جاي مستوصف نفسيا متضايق الوقت متأخر بالليل، فدائما هذيل الحال نحط عليهم علامة استفهام يتابعوا وتشوف ان بعض مرات يوصل 110 وما يدري او يجي يسكر من صداع كل ليلة ياخذ بنادول. يعني بدال 80 يصير 110 اللي تحت. طيب وحبات البنادول والمسكنات هذه ايضا لها سايد افكت؟ لها سايد افكت على الكبد وعلى الكلى واي مسكن قاتل. طيب كل شيء قام يعور القلب دكتور.
الطنباخيه تعور القلب، بالعكس الطنباخيه تسعد. الطنباخيه زينه بس مثل ما قال الكابتن اذا لها فايل ولها متابعه ولها كذا كذا، لكن اصولها حلوه. فكابتن ماكو شيء، انا ما عندي شيء. لا القلب، عطنا القلب والطنباخيه. القلب تحمل اسيه كل شيء، القلب يعني اللي يحب قلب يحب. بالرياضه بالمخ ما يشتغله بالقلب، صح. الجسم كله ما يشتغله بالقلب، صح. القلب حمال اسيه، يتوقف يتوقف القلب، يتوقف العقل على طول. دكتور هاني بسألك سؤال ابو جبره، انت صدق كل يوم تاخذ معك فص ثوم؟ اي اخذه معي. صحيح والله؟ ليليا اكل ثوم. ليليا؟ لا تاخذه وانت طالع برا ولا بالبيت؟ لا بس بالبيت. يعني تاخذ الفص لازم ليليا اكل. عفوا دكتور، بل ام 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 مع الطعام، مع الطعام. مع الطعام. مع الطعام. إيه. صار لي سنين حوالي 25 سنة عليه. فص ثوم بالليل. أكثر من فص. هذا يعتبر علاج إذا. شنو فائدة؟ شنو فائدته يعني؟ فائدته محترمة. لا عدة فوائد. الفائدة الأولى إنه هو مادة مطهرة للأمعاء. أي. والأجداد استعملوها. نعم. قبلنا. الفائدة الثانية فيها أحماض أمينية تساعد على تنزيل الكوليسترول في الدم. العامل الثالث هو عبارة عن عامل يزيل الامساك. يزيل الامساك. اذا من بكره اسعار الثوم راح ترتفع، ترتفع بكره في البورصه. نعم. يعني تنصح صغارا وكبارا دكتور؟ لا ولا لها الاعمار هي طبعا حاد على المعده، فلا ننصح. في ناس ياخذوا على الريج الصبح، هذا خطا شنيع. الا بالليل يأخذ مطحون مع الروب مع العشاء بالليل عادي. طيب اسمع، عسل ياكلونه ومع العسل. مع العسل، مع العسل محترم. وناس ياخذونه مع زنجبيل دكتور هم بعد محترم. مع الكركم محترم، محترم. يعني ممكن يكون علاج بديل علاج عن مراجعة عشبي. الدكتور علاج عشبي، علاج عشبي، علاج عشبي، علاج عشبي، علاج عشبي. دكتور احنا عندنا لك هدية. دا من هاي لازم ناخذها للبيت. هذه هدية تاخذها للبيت وتقاسمها عقب البرنامج مع الكابتن. هذه استهلك هذه مره بالاسبوع. مره بالاسبوع. كل اسبوع واحده كامل. من الجمعيه. شيس كامل. شيس كامل. يعني هذا الشيس بكره سعر راح يصير مضاعف بالجمعيه. هل الفص يؤخذ طبيعي كذي دكتور؟ لا نطحنه طحن. طحن. على الجرايندر ونحطه مع الروب. ما يصير تاكل تبلع بل يؤذي المعده. بش رايك بديت البرنامج محترم صحيا؟ انا اتقبلها بكل سرور والله. لو عندنا طنباخيه عشان اعطيناك ابو حمود كره. ما قصه. ها من باكر ان شاء الله نبتدي فيها يعني. هذه هديه من اسره البرنامج. مشكور الدكتور هاني شعيب. مشكور مشكور. كيس من الثوم. انا شفت الكيس. شلون نشم ريحه الثوم دكتور؟ واحد يقول لك انا اكل ثوم بالليل. هذا سر الليل. هذا سر الليل. لا تاخذ الصبح. شلون؟ سر الليل. اخذه بالليل. اخذه بالليل. بالليل. ما حد يشوف. قبل لا تنام. يقولون الكزبر او البقدونس يطير. البقدونس الماي يجلي. ايه. الروب يجلي مثل ما تفضل كابتن جاسم. العسل يجلي. العسل شيء يغلف عليه. طيب على طاري العسل دكتور، كثير نقرا اعلانات انه في عسل كذا وعسل كذا وعسل كذا وعسل كذا، وبالجمعيات وبالارفف. في عسل معين ممكن الواحد ياخذه له ولاسرته وكل شيء؟ عسل النحل الآن أصبح مفقود في الأسواق العالمية. كله صناعي. كله صناعي. العسل الأصلي مفقود. الحمد لله. حلقتنا كانت عن القلب وعن المحبة وعن الطنباخية وعن كل ما يتعلق بهذا الوطن الجميل. عندك كلمة أخيرة دكتور بتقولها؟ لا أشكركم لهذا اللقاء وهي الدعوة الكريمة، وأتمنى النجاح للبرنامج. وأنا فخور جدا بلقائك ولقاء كابتن جاسم، لأنه هو رمز. الله يسلم. رمز من رموز الكويت الرياضية اللي نعتز فيها. الحقيقة الكابتن جاسم أنا الحقيقة أفتخر فيه من زمان. إيه؟ وأجريت لقاء أول مرة بالتلفون كان بأمريكا. بيش أنا أبو حمود؟ 83. 83 كان لما راح يتعالج. وإن شاء الله تكون أمورك زينة كابتن. الحمد لله. كلمة أخيرة. كلمة أخيرة طبعا أشكركم، وخاصة لقيت مع أحد الأهرام بالطب والقلب الدكتور هاني. اللي شرف انت قد ونور الناس والمستمعين باجاباته وبنصايحه، وانا شاكر لكم هذا اللقاء. وانا طبعا انا اتمنى بما ان احنا نتكلم عن القلب تصفى القلوب الكويت والمحبه تزيد والموده. النبي اللي هل الكويت الاوليين شلون على القلب واحد بيد واحد. هذا النبي. يا رب يا رب. اللهم احفظ الكويت. اللهم اعز الكويت. اللهم امين. اللهم امين.
وهذا هذه الهديه محمود وصل هديه حق الدكتور هاني هذه ناخذها على القلب بالثوم وبالعسل وبالزنجبيل نختتم حلقه الليله من برنامج واتساب كويت نلقاكم الاسبوع القادم قبل هالوقت بساعه مع برنامجكم والحلقه الثالثه ان شاء الله يكون نفس الموقع من المركز العلمي اللي نشكرهم او في اي موقع اخر في دوله الكويت الحبيبه موقع خير وموقع محبه وشكرا لكم مره اخرى ومبروك على الثوم مبروك معنا مبروك على كل المحبه مع السلامه مع السلامه